أهلا وسهلا بكل الأصدقاء والصديقات. نستهل هذه الحلقة بالحديث عن الحركة السياسية من أجل منطقة القبائل وتاريخها السياسي. كيف انبثقت هذه الحركة وكيف كانت بدايتها وما هي أهدافها وكيف تطورت إلى المطالبة بالاستقلال عن الجزائر؟ تأسست الحركة السياسية من أجل استقلال منطقة القبائل من قبل الناشط فرحات مهني بعد أحداث الربيع الأسود عام 2001، وهي حركة سياسية تضم عددا من غالبية القادة، غالبيتهم يعيشون في فرنسا والخارج، تتحدد أهدافها في المطالبة بالحكم الذاتي لمنطقة القبائل ذات الهوية الأمازيغية. وشكلت سنة 2010 تاريخا حاسما في مسار الحركة السياسية، اتزامنت مع إعلان تشكيل حكومة مؤقتة لمنطقة القبائل يرأسها فرحات مهني، والذي يعتبر الأب الروحي لهذه الحركة، وهي أول حركة تطالب بالانفصال عن عسكر الجزائر. وواجهت السلطات العسكرية في الجزائر مشروع الحركة بالاعتقالات والترهيب، وشنت حملات اعتقالات واسعة استهدفت قادة الحركة السياسية. وعام 2013 دعا فرحات مهني رئيس الحركة من أجل استقلال منطقة القبائل إلى تدخل أوروبي بقيادة فرنسا من أجل حل الأزمة التي اندلعت في مدينة غردايا جنوب الجزائر. كما دعا زعيم الحركة دول الاتحاد الأوروبي إلى إلغاء الاتفاقيات الاقتصادية التي تم إبرامها مع الجزائر كإشراء عقابي لها وكرد على التحركات المكثفة للحركة ومشاركتها في الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، والتي وضعت السلطات الجزائرية حركة استقلال منطقة القبائل على قائمة المنظمات الإرهابية. وهكذا تم تصنيف حركة الماك على أنها تنظيم إرهابي يخطط لتنفيذ تفجيرات وسط مسيرات الحراك الاحتجاجي، بينما ظل قادة الحركة يؤكدون سلمية عملهم المدني ومطالبتهم بالاستقلال عن الجزائر. وعملت السلطات على محو كل الأنشطة التي تقوم بها الحركة في الداخل ومراقبتها في الخارج. ومعروف أن الحركة السياسية لاستقلال منطقة القبائل انبثقت عن الاحتجاجات الدامية التي شهدتها المنطقة الشمالية دفاعاً عن الهوية الأمازيغية عام 2001، والتي اندلعت بعد وفاة طالب في المدرسة الثانوية بمقر للدرك الوطني. ففي 18 أبريل 2001 أصيب ماسينيسا قرماح البالغ من العمر 18 عاماً بجروح خطيرة جراء طلقات من رشاش كلاشينكوف في مقر الدرك لبني دوالة، وهي بلدة جبلية قريبة من تيزي وزو شرق الجزائر العاصمة. وعاد اسم الحركة ليعرف انتشارا واسعا داخل مواقع التواصل الاجتماعي، مع إعلان الخارجية الجزائرية استدعاء سفيرها في الرباط للتشاور. وقال بيان للوزارة إن هذه الخطوة جاءت بسبب غياب أي صدى إيجابي ومناسب من الجانب المغربي، بعد أن طلبت الجزائر توضيحات من الرباط بشأن موقفها من دعم حركة القبائل للحصول على استقلالها من الجزائر. وكانت الجزائر قد طلبت توضيحا من المغرب بشأن موقفه مما وصفته بالوضع البالغ الخطورة الناجم عن التصريحات المرفوضة لسفير المغرب في نيويورك، وذلك بعد توزيعه مذكرة رسمية تتضمن مساندة الرباط لاستقلال منطقة القبائل على غرار مساندة الجزائر لميليشيات جبهة البوليزاريو بدعم غير محدود ولسنوات طويلة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.